تدريبنا النهاردة هيكون في رفع كفاءة فنون القتال، لأن الفارس لازم دايما مستواه يبقى متقدم حتى وهو في وقت السلم. الفارس الشاطر لازم يبقى يقظ سريع البديهة، لأن قوته مش دايما تبقى في جسمه. القوة الحقيقية بتبقى في عقله. عقلك هو اللي بيدي إشارة لكل أعضاء جسمك أثناء القتال. عشان كده النهاردة تدريبنا هيبقى الغرض منه هو تدريب العقل. هنبتدي دلوقتي التدريب، وهنختار اتنين هيتبارزوا مع بعض بعقولهم. نبدأ الاختيار. كليساوس، أباسخيرون. السلاطين والقادة والجنود وكهنة المسيحيين والعبيد والأجراء ومن دونهم أن يرفعوا البخور للآلهة أبولون وأرطميس، ومن يخالف أوامرنا يعذب بكل أنواع العذاب إلى أن يسجد للآلهة وإلا تؤخذ رأسه بحد السيف. دقلديانوس إمبراطور المسكونة. فلتنفذ أوامر الإمبراطور. اتفضل. بس إحساسي بيقول لي إن عواقب المنشور ده هتبقى وخيمة جدا. أصل مش سهل خصوصا هنا في مصر تقنع المصريين اللي أغلبهم مسيحيين بتغيير عقيدتهم في يوم وليلة. كلامك مظبوط يا مولاي، وده على فكرة اللي خلى الإمبراطور يبعت المنشور للوالي يوليانوس في اسكندرية قبل ما يبعت لأي والي تاني في أرجاء الإمبراطورية. الوالي يوليانوس بمجرد وصول المنشور أمرني بتوزيعه على كل ولاد مصر. ووالي اسكندرية رأيه من رأيي؟ أكيد يا مولاي.
عشان كده مولاي يوليانوس شايف ان الحل الوحيد هو الحزم، القوة، يعني يا اما السجود ورفع البخور يا اما عنده حق. هو ده الاسلوب الوحيد اللي ينفع هنا في مصر. علشان كده المنشور ده لازم الناس تبتدي تسمعه من دلوقتي هنا في قدرين. وزي ما هيشوفوا اللي هيحصل للي يرفض السجود، لازم كمان يشوفوا اللي هيحصل للي يسجد. مولاي هينفذ سياسة الثواب والعقاب؟ بالظبط كده. انسيموس. مولاي. المنشور ده يتقري لكل أهل التريب حالا. وتوصل بنفسك المعسكر وتستدعي القادة والجنود. عايزهم بكرة الصبح هنا في ساحة القصر. اه فكرتني، بس كلكم بقى واللي عملوا النهارده القائد كلوديوس كوم تاني. مفيش في التدريب كله غير فيليسيوس وأباسخيرون. فيليسيوس وأباسخيرون ولا التدريب المسائي؟ هبتدي في التدريب المسائي بفيليسيوس وأباسخيرون. ايه مفيش غيركم؟ هو احنا موجودين في الجيش ليه؟ مش عشان طول الوقت نتدرب ونتمرن ونكون مستعدين لأي حرب؟ حرب؟ اه انهي حرب بقى؟ الحرب اللي بره ولا الحرب اللي جوه؟ لا دي انا مش فاهمها. انت قصدك ايه؟ فيليسيوس، على فكره انا خايف جدا عليك مني. فيليسيوس مش بيحبك، مش بيحبك يا أباسخيرون. خلي بالك على نفسك منه. ما تخافش من فيليسيوس. فيليسيوس انسان مغرور، والغرور بيشل العقل. الكتاب المقدس بيقول قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. ده غير بقى نحن ربنا معانا، وان كان الله معنا فمن علينا. السلام لجنود وحماة الإمبراطورية. القائد انسيموس في معسكرنا هنا. السلام للقائد كلوديوس. السلام للقائد انسيموس. تفضل. لا مش وقته. مولاي الوالي بعتني مخصوص عشان أبلغك إنه عايز كل القادة والجنود يكونوا في ساحة قصره بكرة الصبح. بكرة الصبح؟ بالسرعة دي؟ إيه الموقف خطير للدرجة دي؟ هو في إيه بالظبط؟ كده تمام. لما الناس هتعرف ان القادة والجنود رفعوا البخور للآلهة هيخافوا، وكل واحد منهم هيفكر 1000 مرة قبل ما يقرر يرفض السجود. عارف ليه يا كولوس؟ ليه يا مولاي؟ لان الناس هتبتدي تحس بقوة السلطة. السلطة اللي بقت كلها بتعبد الآلهة، وطبعا مش هتلاقي مجنون يقف قصاد السلطة. أكيد أكيد يا مولاي. أمال تسمح لي أقول لك يا مولاي إن مكانك مش في أتريب. عبقرية مولاي وحسن إدارته تؤهله للجلوس على
على ولاية جوز اسكندرية. أمال أكيد اليوم ده هيحصل، وأنا أظن أنه قرب جدا، خصوصا بعد ما الإمبراطور هيعرف أنا عملت إيه في أتريب بخصوص منشوره. أمال أكيد يا مولاي. كلوديوس. أمر مولاي. عشان ما نضيعش وقت، فاضل قد إيه لسه من القادة والجنود ما رفعوش البخور؟ مش كتير يا مولاي، العدد قليل جدا. تمام، دخلهم لي هنا بقى علشان نخلص ونفضى لأهل أتريب وكهنة أتريب وكنايس أتريب. أمر مولاي. السلام للإله العظيم أرطميس. عظيم عظيم. اللي بعده يا كلوديوس. استنى انت يا انسيموس. يا كلوديوس، انت ما قريتش المنشور لجنودك ولا ايه؟ ازاي بس يا مولاي، كل الجنود والقادة سمعوا المنشور بره في ساعة القصر. يبدو يا مولاي ان الجندي أباسخيرون جه متأخر، او غلبوا النعاس. غلبوا النعاس ساعة ما قرا المنشور. بجد؟ فعلا؟ الجندي أباسخيرون ما سمعش منشور الامبراطور؟ لا سمعته، ومع كل احترامي واجلالي للامبراطور ديقلديانوس، لكن مين يكون هو عشان نفذ اوامره واسجد للاصنام النجسه؟ اخرس اللي انت بتقوله ده، اتجننت ولا ايه؟ اهدى يا مولاي، اهدى اهدى يا مولاي، واحنا هنتصرف معاه. تتصرف ايه؟ الظاهر انه كلوديوس نسي يعلم جنوده الادب وهو بيعلمهم فن قتال. بقى جاتلك الجراءه تسخر بالامبراطور اللي انت مفروض جندي من جنوده؟ لو جنديتي في جيش الامبراطور ديقلديانوس هتجبرني اني اسجد للالهه بتاعته، وانا ما يشرفنيش ان اكون جندي. ويكفيني فخر ان اكون جندي حقير في جيش ربي وإلهي يسوع المسيح، حتى لو كنت في اخر صفوف الجيش السماوي. انت مش همك حد بقى، وكمان بترمي ملابس جنديتك على الارض؟ لان ما عادش ليها قيمه. انت لازم تتقدم علشان تبقى عبره من اولها لاي حشره تفكر انها ترفض السجود. لو والي اتريب بيسمي المسيحيين حشرات، لازم يكون عارف كويس ان الحشرات دي اللي بيقول عليها اقوى بكتير مما هو متخيل. حتى لو اقوى هدوسهم برجلي، ههرسهم بايدي. انسيموس. امر مولاي. ارمي الشجاع ده في السجن، خليه يتأدب ويعرف ازاي يرد على اسياده.
مهما حصل لك يا بسخيرون صلي صلي يا بسخيرون. بس انا خايف خايف يا ابونا من عدو الخير. يبقى زي ما قلت لك صلي، الصلاة هتزيل عنك الخوف، وكل ما صليت يا بسخيرون هتلاقي الراحة بتزيح التعب، وهتلاقي نفسك بتقرب اكتر من رب المجد. اتفقنا؟ اتفقنا يا ابونا. طب يلا بينا بقى نقرب من رب المجد ونقوم نصلي. يعني ايه ولا على باله؟ حراس السجن بلغوني انه طول الليل ما نمش وقاعد يصلي لإلهه المزعوم. الواد ده شكله عنيد وهيغلبني من اولها كده. انت عارف معناه ايه انه شعب اتريب يعرف انه جندي من جنود الوالي تمرد وما سجلش؟ لا، وانا ايه اللي يخليني استنى لما نوصل للموقف ده؟ احنا لازم نتخلص منه بسرعة من غير ما حد يحس، صح؟ اكيد امال. انا بقى شايف يا مولاي ان احنا ما نتسرعش، ده ولد شاب صغير وممكن حماس الشباب هو اللي دفعه لكده. ورأيك ايه؟ رأيي بقى ان احنا نستميل عواطفه، انا اعرف انه ليه اخين، نستدعيهم هنا في القصر ونعرفهم عواقب اللي بيعمله أخوهم عليه وعليهم، وبعد كده يا مولاي ننزلهم عنده في السجن تحت ويقعدوا معه شوية، وأكيد هنوصل لحل. أكيد أمال. أبسخيرون أخويا حبيبي أبسخيرون. بركة يا أبسخيرون إنك بخير. أنا كنت قلقان عليك أوي، كنت خايف إن يكون حصل لك حاجة. أنتوا إيه اللي جابكوا هنا؟ أنا عارف إن أنتوا قلقانين عليا. كويس ان هم سمحوا لكم تيجوا تطمنوا عليا، بس انا عايزكم ما تقلقوش. طول ما انا مع سيدي يسوع المسيح مش ممكن يحصل لي اي حاجه. طبعا طبعا، بس احنا كنا عايزين نعرف ايه اللي خلى الوالي يرميك الرميه السودا دي في السجن. تصور يا بغنوتس يا اخويا، عايزيني انكر يسوع المسيح واسكت لشويه حجاره. وانت ايه بس اللي خلاك تحسبها كده يا اخويا؟ يا أبسخيرون، أنا علمتك دايما يا حبيبي إن الإيمان في القلب. يعني إيه؟ أمونيوس كان يقصد يقول لك إيه اللي خلاك ما تسجدش زي الباقيين، وبعد كده تعمل اللي انت عايز تعمله وتعبد اللي انت عايز تعبده. بالظبط، هو ده اللي انا كنت اقصده بالظبط يا اخويا، وكنت وفرت على نفسك البهدله اللي انت دلوقتي فيها في المكان دوت، وكنت فضلت معزز مكرم في الجيش وما كانش حد يحس باي حاجه. لا يا بسخيرون يا اخويا، انت تسرعت. ولا تسرع ولا حاجه يا ابو فنوديوس. ملحوقه، انت نسيت ان الوالي وعدنا انه هيرجعه تاني الجيش معزز مكرم وهيرقيه كمان. ده لو سجد للآلهة ونفذ طلبات الوالي. وايه بس اللي خليك تفكر انه مش هيسجد للآلهة ومش هينفذ طلبات الوالي؟ أبسخيرون عائل طول عمره، عائل واكيد اكيد هيجي معانا دلوقتي يستسمعه ويسترضيه وننهي المسألة وكأن مفيش حاجة حصلت من أصله. يلا يا اخويا يلا يلا يا أبسخيرون يا اخويا يلا.
لسانكم طواعكم قدرتوا تقولوا الكلام ده؟ انتوا اللي بتقولوا كده؟ لان انت مش فاهم. افهم يا أباسخيرون. انتوا اللي لازم تفهموا. معلمنا داود النبي قال في مزموره، المزمور اللي انتوا حفظتهوني وانا صغير، قال آلهة الأمم ذهب وفضة، أعمال أيدي البشر لها أفواه ولا تتكلم، وأعين ولا تنظر، وأذن ولا تسمع، وأيدي ولا تلمس، وأرجل ولا تمشي، مثلها يكون صانعوها، ومن يعبدوها. فاهم يا اخويا يعني ايه؟ فاهم؟ لازم تعرفوا كويس ان الطريق اللي انتوا ماشيين فيه ده هو طريق هلاككم وضياع ابديتكم. يعني ده اخر كلام عندك؟ يا أباسخيرون يا اخويا اتكلم، رد علينا. انت ليه بس مش قادر تفهم اللي بعمله انا واخوك دوت؟ لانك مش هاين علينا يا حبيبي. يعني انا مش هاين عليكم وانا عليكم تبيعوا يسوع المسيح بالبساطه دي؟ انتوا عايزين تقنعوني بايه؟ ده رب المجد قال من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. الكلام اللي انت بتقوله ده يا اخويا احنا عارفينه ومقتنعين بيه، بس ليه بالضرورة يكون صليبنا التعذيب والموت؟ قول له يا بفنوتيوس، قول له، عقله. يا أباسخيرون يا اخويا احنا ممكن نسجد للآلهة وبعد كده ننسى كل ده من اصله، وساعتها بقى نطلع كلنا كده على الصحراء زي ما انت عايز، نعيش هناك نتعبد ونصلي ونقضي السنين اللي باقية من عمرنا. يا أباسخيرون يا ابن قليل، اختارك الرب لتصنع مشيئته. انت اللي اخترت انسيموس. امر مولاي. تخلي المنادي يلف في شوارع البلد كلها وتقول للناس
انه النهارده في ساحه القصر بعد غروب الشمس هتتم محاكمه جندي رفض السجود للالهه. امر. الجندي ده اللي اسمه أباسخيرون، او بمعنى ادق اللي كان جندي، الراجل اللي واقف قدامكم ده يا اهل اتريب من يومين وفي قصري عصى اوامر الامبراطور المتوج تكليديانوس ورفض السجود لالهتنا العظيمه. مش كده وبس، ده هان الذات الملكيه، اولا بسب الملك شخصيا، ثانيا بخلعوا ملابس الجنديه ورمياها على الارض قصادي. لكن لان الهتنا العظيمه علمتنا الرحمه والعفو والتسامح، ولاني انا هنا النهارده كابن ليها وممثل الدفاع عنها، اعلن انا والي اتريب ان الالهه خلاص سامحته، وانا شخصيا سامحته. ها يا أباسخيرون، اظن بقى ما عندكش حجه دلوقتي، انا بفتح معاك صفحه جديده بأمر آلهتنا المتسامحة، وأظن بقى إنه الآلهة ليهم الحق عليك إنك تشكرهم وتسجد لهم وتبخر لهم. قلت لك قبل كده يا جناب الوالي إن أنا مش ممكن أسجد للحجارة حتى لو كنت جندي في جنود الإمبراطور، ده لأني في الأصل جندي من جنود يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب. يسوع المسيح؟ مين يسوع المسيح ده؟ مفيش إله اسمه يسوع المسيح. في الإله أبولون، الإله أرطميس، وإيه ملك الملوك دي؟ لا لا لا، معلوماتك غلط. ملك الملوك هو الإمبراطور ديكليديانوس. لا، اللي بتقول ده مش حقيقي، تجديف. إلهي هو اللي حياتك وحياة إمبراطورك في إيده، وممكن يستردها في أي وقت. كل مشكلة يا مولاي وليها حل. اهدى مولاي، اسمح لي أأمر بحبسه حالا علشان احنا نقدر نفكر. أرجوك يا مولاي. Thank you.
بس خيرون بس خيرون طمني عليك، حصل لك حاجة؟ أنا ما أعرفش إن الوالي ممكن يعمل حاجة زي كده، يعني المفروض إن أنت أشجع قواتي، وأنا صعبان عليا الموقف اللي أنت فيه، بس ما تقلقش، أنت أداه ودود، أنت بطل، وأنا أعرف عنك كل ده. على فكرة يا بسخيرون، القائد كلوديوس جاي من غير علم الوالي، وأنا شخصيا لما عرفت إنه جاي لك هنا أصريت أجي معاه. أمال أنا بصراحة شايف إنك ما تستاهلش كل اللي بيحصل لك ده، لكن ما باليد حيلة. شوف، على الرغم من إنك أنت اللي استفزيت الوالي بكلامك، إحنا بنعتذر لك وأرجوك تلتمس له العذر، وأنا أوعدك إنه لما يهدى هقعد معاه وخليه ينسى كل اللي حصل، وبإذن الآلهة أخليه ينسى كل حاجة، ده قلبه أبيض قوي وهينسى بسرعة بإذن الآلهة. أمال هو إحنا نقدر نخطي خطوة واحدة بدون إذن الآلهة يا بسخيرون؟ اسمح لي أقول لك يا جناب القائد، إن اللي بتقوله ده تجديف وضلال. لا لا يا بسخيرون، حد يرد الرد ده على القائد أنسيموس اللي جاي يقف جنبك؟ سيبه يا كلوديوس، أنا عارف كويس إني بقول الكلام ده غصب عنه، معذور، أصله مخدوع في إله اتصلب واتهان. إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هو الإله الظاهر في الجسد، اتصلب واتهان عشان يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، قبل ان هو يتعذب ويموت عشان يفدينا بدمه الكريم، قام من بين الاموات عشان يثبت عظمة ألوهيته ونصرته على الخطية والموت. تخيل ان هو عمل كل ده علشان كل العالم وعلشانك انت كمان. عشاني؟ تفتكر اللي انت بتقوله ده ممكن يدخل دماغ حد؟ طب شوف بقى، احنا عملنا اللي علينا معاك، ويبدو انك مش عايز تتغير، واللي في دماغك في دماغك. شوف بقى يا بسخيرون، يا جندي يا شجاع، اذا ما سجدتش للآلهة قبل بكرة عند غروب الشمس هسيب الوالي يعمل اللي هو عاوزه فيك. يمكن اللي عايز يعمله ده قتلك. كتابنا المقدس قال لنا لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، لكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد، كليهما في جهنم. بقى كده؟ طب خلي بقى فلسفتك تبقى تنفعك. يلا بينا يا سيادة القائد. طب يا ريت يا حبيبي تفكر تاني عشان ما ترجعش تندم بعد كده. سلام يا فيلسوف. وهيعملوه هو بطل. امال ده بيقول يا مولاي ان الموت ربح. طب وايه الحل؟ انا رايي يا مولاي، وده بعد اذنك طبعا، اننا نبعده عننا خالص، نبعته انصنا مثلا.
عند اريانوس؟ امال ومولاي عارف ان الوالد اريانوس ما يتوصاش، خصوصا لو مولاي بعت له رساله صغيره يشرح له فيها تجاوزات الولد الحقير ده. فكره. وبعد ما يبعد عننا خالص يلف المنادي في البلد ويقول ان الجندي أباسخيرون سجد للآلهة ورجع عن ضلاله، وان الوالي العادل رفع امره للامبراطور اللي رقاه وخلاه قائد في جيشه في اسكندريه مثلا. وبكده يا مولاي نكون ضربنا عصافير كتير بحجر واحد. سياسه يا مولاي. فكره جهنميه. ترى مع اني كنت عايز اقدمه، لكن اعمل ايه؟ مضطر انفذ اوامر الالهه اللي طلبوا مني ابعته للوالي اريانوس في انسفانا. اللي تشوفه يا مولانا. شكلك جعان يا صديقي، تاكل؟ انا اكل واحد زيك؟ انت صدقت ولا ايه؟ يا كافر، عدو للآلهة، تستاهل. مش عامل لي فيها بطل؟ بطل ها؟ ولسه انت مش ملاحظ ان انت اكتر واحد فينا متحامل عليه؟ متحامل عليه؟ تقصد ايه؟ دينوسيس يقصد يقول لك يعني يا فلوسيس انك اكتر واحد فرحان فيه، مش كده؟ انا؟ ليه يعني؟ انا بأدي واجبي ثم انا زيك، احنا كلنا هنا بننفذ الاوامر. ها؟ بننفذ الاوامر اه، لكن انت اكتر حد مستفيد. مستفيد؟ مستفيد بإيه يعني؟ عيبك إنك متخيل إن كل اللي حواليك أغبياء. أنت عايز تقنعنا إنك مش فرحان اللي حصل لغريمك في الجيش. غريمي؟ أنتوا فاهمين غلط. أنا أكبر من إن أنا أحط واحد زي ده في دماغي. وبعدين أنتوا بتدوا واحد كافر زي ده حجمه أكبر من حجمه. لا لا لا. في دي بقى عندك حق. لا مش في دي بس، هو بوليسيس بيقول حاجه غلط يا اخي. طب بطل طريقه بقى وكل بدل مرميك جنبه اهو تريحنا منه كده برضه يا كيروس. يا عم احنا بنهزر. بنهزر؟ طب بطل هزار يا اخويا انت وهو وكل الاكل افيه. ربي وإلهي ومخلصي وحبيبي يسوع المسيح، عبدك أباسخيرون يا رب حاسس بضعفه، امنحني يا رب السلام الداخلي، عز نفسي، قويني، لأني ماليش غيرك
انت الحصن الوحيد لي يا رب في شدتي. قويني قويني يا رب، ما تسيبنيش. ايه ده المركب وقفت ليه؟ يمكن السرعة انقطع. لا السرعة مفيش حاجة. ما المركب وقفت ليه؟ ايه ده المركب بتتهزج. انا أنا يسوع الذي تؤمن به. لا تخف يا حبيبي، لأنني معك كل حين، وسأخلصك من كل شدائدك وضيقاتك. أشكرك يا ربي وإلهي ومخلصي يسوع، لأنك أنت وقوتي ونصرتي وعزائي. أشكرك يا رب، أنت هو ربي وإلهي، وليس لي معين سواك. تشجع يا أبسخيرون، وستستقبلك الآن عند أريانوس، وسأكون معك ولن أتركك. لن أتركك يا حبيبي، لن أتركك. قوموا ما تخافوش. ايه اللي بيحصل؟ انت اكيد ساحر يا أبسخيرون، انت ساحر ساحر. انا ساحر؟ احنا ما عملناش حاجه يا أبسخيرون، احنا مالناش ذنب. ايوه صدقني يا أبسخيرون مالناش ذنب، الولي هو اللي عورنا بكده. صدقني يا أبسخيرون، ما انت عارف. ايوه عارف، بس عارف كمان ان انتوا لما كنتوا تحت قيادتي انا عمري ما عملت معاكم كده. معلش سامحنا يا أبسخيرون. انا بسامحكم، بس الاهم من كده ان المسيح هو اللي سامحني. ربي والهي ومخلصي يسوع المسيح، من اجل مجد اسمك القدوس يا رب، اؤمر المركب انها تتحرك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. يلا اربطوا السلاسل، ما تخافوش، اربطوا السلاسل. سلام. اهلا بيكم، نورتوا انسنا. الالهه تحفظك، دي منوره بيكم. قال لي الوالي اريانوس نلاقيه فين دلوقتي؟
الوالي اريانوس للاسف حظكم سيء، الوالي اريانوس مش موجود دلوقتي في انصنا. ما راح فين؟ احنا كنا عايزينه، معانا رساله مهمه لازم تسلم له. عموما احنا رايحين له دلوقتي، هو موجود دلوقتي في ريكوبوليس. يلا قلبوا شعر المركب وتعالوا ورانا. فين الوالي اريانوس؟ الوالي اريانوس الحمام اصل يا مولاي. ومين دول؟ دول مسيحيين معذبيننا من الصبح، هنوصلهم لقصر الوالي اريانوس. معذبينكم؟ ماشي، تعالوا بقى ورايا كلكم الوالي اريانوس. ايه ده؟ انتوا مسيحيين؟ اتحرك! انا كمان مسيحي. انت لسه هتتكلم؟ اسمي أبسخيرون. وانا اسمي ارسيفيوس. وانا اركياس. متشكر ليك يا رب. أنا متأكد إن اللقاء دوت ربنا بيرتبه عشان يحظينا بعضينا. حرك أكيد، ما هو رب المجد عارف احتياجنا ودايما ما بينساناش أبدا. لازم نتمسك بيه، اوعى نضعف مهما عملوا فينا. مد رب المجد ليه مقاصد كتير. عايز أطمنكم وأفرحكم وأقول لكم إن أنا شفته بعينيا دول وأنا راكب المركب وجاي على هنا. رب المجد ظهر لي وقال لي ما تخافش، أنا معاك مش هسيبك. أصل إحنا كمان شفناه وقال لنا نفس اللي قاله لك. ما بيدريك يا رب. اتحرك اكلمه. مولاي الوالي اريانوس. اهلا اباديوس، طمني ليه اخبار انسنا؟ تمام يا مولاي، كله على ما يرام. امال جاي ليه؟ معايا اتنين مسيحيين بره مغلبيننا قوي يا مولاي. وانا ما ورايش غيرهم، ما هم ما بيخلصوش. ويطلع مين ده كمان؟ خادمك المطيع في لوساوس يا مولاي. والخادم المطيع في لوساوس عاوز ايه من سيده؟ مولاي ولي أتريب بعت معانا جندي اسمه أبسخيرون. الجندي ده رفض السجود للآلهة، لعن الآلهة ولعن مولاي الإمبراطور العظيم يا مولاي. عموما مولاي ولي أتريب شرح كل حاجة في الرسالة دي. هات، ما هو ما فيش غير إريانوس. زي ما يكون الوالي إريانوس أسد وعنده أنياب وبقيت الولاة غزلان.
انت بقى أبس خيرون اللي كنت جندي في أتريب؟ ايوه انا يا جناب الوالي اريانوس، ومنتظر حكمك العادل. عظيم. الرسالة اللي في ايدي دي بعتها والي أتريب بخصوصك، وبيقول لي فيها انك تمردت وعصيت الاوامر العسكرية وخلعت ملابس الجندية ورميتها على الارض، وده طبعا حصل بعد ما جدفت على آلهتنا العظيمة وأهنت الذات الملكية. ده حصل؟ انت ما بتردش ليه؟ أرد أقول إيه؟ ترد على سؤالي، الكلام اللي في الرسالة ده صحيح؟ أكيد الكلام اللي في الرسالة ده حصل، وإلا ما كانوش جابوني ليك. أفهم من كده بقى إن ده اعتراف. بس أنا بقى هسميه اعتراف صريح من جندي سمك. يسمح لي مولاي أقول له إن الجندي ده بيتسم بصفة تانية غير السمك. وإيه بقى الصفة التانية دي؟ السحر. أبسخيرون ساحر يا مولاي، وساحر عظيم كمان. ساحر؟ مش كده بس، اللي عرفناه انه بيستمد سحره ده من المدعو يسوع. لا فلوسيوس، لا يسوع المصلوب. اسكت. رب يسوع المسيح، ارجوك ارجوك سامحه. بالذمه يا مولاي، في اله يتصلب؟ الهي ارفع غضبك عنه. اخرج، هتخرج بقوة الثالوث القدوس، الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. اخرج. Ah!
فلوس. انت كويس؟ فلوس. أبسخيرون. أبسخيرون. سامحني يا أبسخيرون أرجوك، وخلي إلهك يسامحني. أطلب أنت منه يسامحك. إلهي من اللحظة دي بقى إلهك ولا إيه؟ إلهي يسوع المسيح. يسوع المسيح إلهي ومخلصي. يسوع المسيح هو الإله الحقيقي. يا سلام، انت اتجننت بقى. تقدر تقول عقلت؟ عقلت؟ انت اتسحرت. السحر ده اخضعك لسلطانه بسحره، واللي كان كان. انت اللي خاضع لسلطان ابليس، مش قادر تفهم. اخرس! انت لسه ليك عين تتكلم؟ اخرس، مش عايز اسمع صوتك خالص. عباديوس، امر بولاي. تاخدوا السحر ده وتربطوه في الشجرة دي وتجلدوه، تجلدوه لحد لحمه ما يتهلهل. خدوه. امر بولاي. يلا يلا يلا. وانت غيرت رايك ولا لسه؟ كده طيب، انا هكون مصفق عليك لاقصى درجه. حطوه في السجن. خف عذاب عندي. انا حبيت بس اثبت لك ان اقدر ابطل سحرك باقل مجهود. اظن بقى هتعترف بهزيمتك انت والهك وهتسكت. اعمل اللي انت عايزه، بس انا عمري ما هسجد لالهتك النجسه. كمل كمل عذاب. أباديوس، أمر مولاي. انت ملك وكل فرح.
بقى كده يعني مش همك. هاتوه. أبا خيرون أنا مش عارف أقول لك إيه. أنت بجد صعبان عليا. أنا ندمان إني أمرت جنودي يعملوا فيك كده. بس ما تنكرش إن أنت السبب. أنت شايف النتيجة. مبسوط في اللي عملته في نفسك. وبعدين انت ما بتبصش حواليك ليه؟ بص حواليك هتلاقي المسكونه كلها يحكمها الامبراطور قليبيانوس وكلها بتعبد الالهه العظيمه. وايه بقى؟ عايشه في سلام ونعيم ونسيت خالص المصلوب اللي ما بيجيش من وراه غير المتاعب. خلصت كلامك؟ أنا مش عايزك تتعب نفسك في التفكير ولا كلامك، لأني مهما عملت مش ممكن أقتنع بضلالك، وعمري ما هنكر إيماني برب وإله ومخلص يسوع المسيح! بقى كده؟ طيب كلامك ده مش هيخليني اتردد لحظة واحدة اني ادوقك عذاب عمرك في حياتك ما تحلم بيه. وانا بشكرك على عذابك ليه؟ ده شيء يسعدني. يسعدك؟ العذاب ده انت حتى مش عارف توصل بطول. انت مش شايف نفسك ولا ايه؟ انا شايف نفسي في الطريق اللي هيوصلني الحبيب يسوع واعيش معاه حياتي الابديه. بقى كده؟ طيب انا اوعدك انك مش هتمشي فيه ولا خطوة. عمرك ما تفهم. عمرك ما تفهم. بتهيألك. أنا فهمت كل حاجة. وعرفت إن مع أمثالك ما ينفعش غير الضرب على الدماغ. لحد الموت. أباديوس
تاخدوه وتحطوه في كيس رصاص وتولعوا النار من تحته، عايزه يستوي على الاخر. امرك يا كابتن. أشكرك يا يسوع إنك نولتني شرف العذاب على اسمك. أنا فخور بألامي من أجلك. أعني يا ربي وإلهي، أعني في هذه الساعة ومجد فيها اسمك القدوس. يعمل ايه؟ ما هو يا مولاي عظمتك الصدمه يا مولاي، ساعه ما شفناه واقف قدامنا سليم وعاف وكيس الرصاص ملوش اي اثر يا مولاي. اسمح لي معلش، كانت مش قليله يعني. تقوموا تسيبوه وتهربوا؟ مش بعيد كمان تسيبوني انا كمان وتهربوا؟ ما خلاص بقى وحش كاسر، يخيب املي فيكم. ما هو يا مولاي، ما هو ايه؟ تاخد الحراس وتنزل فورا تجيبوه قبل ما يهرب. اجيب لعظمتك هنا؟ تجيبه هنا اعمل بيه ايه؟ تحطه في سجن القصر لحد الصبح. الصبح هيبقى لي تصرف تاني. امر مولاي. ادخل. بس خيرون انت كويس؟ سليم يعني؟ ما انا قدامك يا فلوسيوس. سليم. اصل اباديوس جالي هنا وقال لي انهم اباديوس عايز يخوفك، عايز يخلي ايمانك بالرب يسوع يهتز يضعف. لكن بص لي، ما انا قدامك اهو، رغم كل العذاب اللي عذبهولي لكن رب المجد ما سابنيش لحظه واحده. عارف ليه؟ عشان هو قال انا هو الرب راعيك، وقال كمان ها انا معكم كل الايام وان انقضاء الدهر. ده قال ما اشتكم على كفي، على كف من يمسكم يمس حدقة عيني. احنا محفوظين يا فلوسيوس، محفوظين. يا بس خيرون، ما تتصورش كلامك ده طمني قد ايه. رب المجد هو اللي بيطمنك، عشان ده مش كلامي انا، كلامه هو اللي قاله لنا في كتابه المقدس وطلب مننا اننا نحفظه في قلوبنا. انا عايز اقرا الكتاب المقدس. ايه
تعبان أبا صخيرون، تعبان قوي صدقني، بس مش تعب جسم وعضلات. شوف أريانوس حبسني قد إيه من غير أكل ولا شرب، عايز يذلني ويضعفني، بس صدقني كل ده خلاص ما بقاش فارق معايا. حاسس بقوة عجيبة جوايا، دي قوة ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح. عارف وحاسس بيها يا أبا صخيرون، وتأكدت من كده لأني حاسسها ملازماني من يوم ما آمنت بيه. طب لما أنت عارف كده أمال إيه اللي تعبك؟ الانتظار، متشوق لليوم اللي اشوف فيه يسوع المسيح. نفسي اقابل الاله العظيم ده واشكره على كل اللي عمله معانا، واسجد له كمان وابوس رجليه واقول له يسامحني. ياه متشوق قوي لليوم ده قوي. هيحصل يا فلوسيب صدقني، بس رب يسوع قال لنا اللي عايز يعيش معايا للأبد لازم يدخل من الباب الضيق. قال لنا في الكتاب المقدس اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. مش فاهم يا أبو صخيرون، يعني كل واحد لازم يقدم العربون اللي يمر بيه للسماء ويقابل رب المجد ويستحق انه يعيش معاه الحياة الابدية. يا حارس هتعمل ايه؟ هقدم العربون. يا حارس اللي بره. ايه عايز ايه؟ عايز اقابل اريانوس. قابله فين دلوقتي؟ استنى للصبح، مولاي زمانه ناب. بقول لك انا هقابل اريانوس دلوقتي حالا. خلاص خلاص ما تزعقش، هقول الحراس يبلغوه لما نشوف اخرتها معاك ايه. خلاص ارتحت اهو، فلوسيوس خلاص راح، طارت رقبته، مات. لك نظرك انت، لانه لا يكون موتا لعبيده بل هو انتقال. اهو كلامك ده هو اللي ضيعه، قعدت معاه في السجن جننته سحرته بوظت له دماغه. عموما اللي حصل حصل، وفوليسيوس خلاص خد جزاؤه. انا بقى ممكن دلوقتي اخليك تحصله. يا ريت يا ريت. لا ده بقى تنساه خالص، لاني هفضل اعذبك كده لحد ما ترفع الرايه البيضه وهتسجد للالهه. هتسجد للالهه يا أبا صخيرون. الهة ايه اللي انت عايزني اسجد لها؟ انت موهوم. انا موهوم؟ طيب انا هوريك. أباديوس انا مولاي. تاخدوا الوقت ده وتربوه علشان يعرف بعد كده يرد على اسياده ازاي. تحت امرك يا مولاي. تاخدوه على الساحة وتحطوه للكرسي فيها علشان اقعد اتفرج عليه وهو بيتعصر. Thank you.
الثالوث القدوس، الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. كما صرحت يا الله مع الفديه الثلاثه ومع دانيال. ازاي بس يا مولاي؟ هقول لك. ما تحاولش المره دي، مش هيسمعك لحد هنا، وسحره مش هيقدر يعمل اي حاجه. دي نار يا حبيبي. يسوع، يعني ايه النار مش محوقه فيه؟ اريانوس مخه انضربت بالرعب. كفاياك سحر بقى، كفاياك سحر انت ويسوع بتاعك. ما دمت اتجرأت وانت الهي، يبقى استحمل يا اريانوس، تستحمل النار اللي هتقيد في جوفك عشان تآمن ان الهي هو الاله الحقيقي.
أسبحك أيها الآب والابن والروح القدس. أسبحك يا ملك الملوك. أسبحك يا فخر جميع الشهداء. بك تبرز والأنبياء وجهاد القديسين. أرجوك يا إلهي انقذني وخلصني. خلص عبدك المتكل عليك يا رب. خلصني. يا أبسخيرون يا حبيبي، لقد سمع الرب تسبيحك وأرسلني إليك لأطمئنك على إكليلك الذي ستفوز به بعد 4 أيام وتنضم لصفوف الشهداء الأطهار. تقوى تقوى يا أبسخيرون. مش حاجة، ده بقى له 6 أيام في المستودع. أنا لحد دلوقتي قاطع راسي يجي 16,000 مسيحي، ده غير اللي غرقتهم وحرقتهم ونفتهم، لكن ما شفتش ساحر زيه أبدا. للدرجة دي أنت ساحر عظيم يا أبسخيرون؟ اسمع يا أباديوس. أوامر مولاي. عايزك تروح لألكسندروس الساحر وتجيبه هنا بسرعة. مفيش غير وهو اللي هينفع معاه، ويبقى يورينا بقى هيعمل ايه بسحره. ولا حاجة ولا حاجة يا مولاي، بسيطة. برعوش منكوش اللي قاعد جوه الحوش، حشحوف حشحوف حشحوش. شوف يا مولاي، أنا هطلب منك شوية حاجات بسيطة كده، أرجوك تحضرها لي وسيب الباقي علي. أنا خليك تشوف بعينيك نهاية الساحر المسيحي ده. أصل الساحر ده مش لعبة، لا ده له ناس وله أصوله زي أنا كده. أنا يا مولاي بخبرتي الطويلة بقدر أنتصر على الصحراء، وده بفضل آلهتنا العظيمة اللي بترشدني وبتقويني. أكيد أكيد يا ألكسندروس. عموما أنا برضو قلت ما فيش غير ألكسندروس هو اللي هيكسر شوكته ويبطل سعره. فاديوس اتحرك هاته. تحت أمر مولانا. صورتك هتنتهي حالا، جبت لك اللي اعظم منك في السحر. ألكسندروس اتفضل يا بطل. شوف صورتك. امر مولاي. مرعوش يا منكوش يا اللي قاعد جوه الحوش، حشحوش حشحوش حشحوش. يا من بيده العول، يا كاشف اسرار الكون. أنا خليك تضحك دلوقتي، اضحك. احضر 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 وخلصنا من هذا الأبسخيرون الملعون. حضرت. شكرا شكرا لحضورك وتشريفك للخدمة الغطوطة عندك. عايزينك تنتقم وتخلصنا من هذا الأبسخيرون. اضحك اضحك حبيبي اضحك. انا سمعت انك ساحر عظيم، بس على فكرة مش اعظم منك، خلي بالك من الموضوع ده. على العموم احنا دلوقتي كل واحد فينا هيجرب التاني،
ونشوف مين اللي سحره أقوى، أنا ولا أنت؟ بس أنا مش ساحر ولا خادم للشيطان، أنا عبد سيدي يسوع المسيح لو تسمع عنه، ملك الملوك ورب الأرباب يا أريانوس. طب ما دام انت مؤمن بإلهك يسوع المسيح، ايه رأيك في حاجة مهمة هقولها لك دلوقتي؟ ايه ده اين هو السم؟ ها؟ ايها السم، اسري في هذا الجسد الملعون، اسري ايها السم المطحون، وخلصنا من أبسخيرون الملعون. ايه ده؟ اين السم؟ صدقت بقى اني الهي عظيم هو الإله الوحيد ومفيش إله غيره؟ لا اسمع بقى، اسمع، انا كنت استدعيت واحد كنت فاكره انه قوي عظيم، لا انا استدعي واحد تاني اقوى واعظم اللي فات عشان يخلصنا من إلهك ويهلكه. إلهي هو اللي هيهلكك لانك اتجرأت وشبهت اسمه باسم الشيطان اللي انت بتستعين بيه يدخل في جسدك ويعذبك. يسوع المسيح هو الإله الحقيقي.
ما فيش إله غيره. سامحني سامحني سامحني. ايه اللي انا بسمعه ده؟ امال فين سحرك؟ فين شياطينك وعفاريتك؟ لا مش انت الساحر الكسندروس. لو كنت ساحر كنت انتصرت عليه. انت بتخدعني. انت اللي بتخدع نفسك يا ريموس. مش عايز تشوف كل اللي بيعمله الهي ومصر على ضلالك وهلاكك. انتوا الاثنين بتخدعوني. أباديوس انت امرك يا مولاي. تاخد الكسندروس الحقير ده وتقطع رقبته في الحال. اما ده سيبهولي عشان لسه في حساب كبير معاه. يا حرس تشجع خدوه. تشجع تشجع يلا حني عليك. يلا اذكرني يا الكسندر. اذكرني يا الكسندر تمام عرش النعمه. اطلب لي الحياه الابديه زيك. يالك من اللي هيحصل لك. أبسخيرون يا مولاي. ايه رأيك بقى بذمتك؟ الدنيا وهي ضلمة مش احسن؟ بس يا خسارة مش هتعرف تشوف سحرك وشغلك. مش ممكن تشوف في الضلمة ابدا. انت متخيل يا اريانوس ان انت عملت لي عينيا؟ الشيء اللي انت ما تعرفوش ان احنا عندنا عين تانية. عين بتشوف بنور الروح القدس. روح الله اللي انت ما تعرفوش. عين بصيرها روحاني ما تقدرش توصل لها ولا تأذيها ولا تقدر تشوف اللي انا شايفه. ما هو باين باين انك شايف كل حاجه. انت لسه بتكابر. انت خلاص دنيتك بقت ضلمه. الضلمه دي في قلبك انت. اما طريق الابديه اللي انا ماشي فيه كل نور مفهوش اي ضلمة. اما اذا كنت تقصد العين دي اللي انت فقعتها فانا واثق ان رب يسوع المسيح يقدر يرسل ملاكه عشان يشفيني. الهي الهي ومخلصي يسوع المسيح يا رب زي ما تفلت الطين ولمست عين المولود أعمى وخلقت له عين جديدة خلقت له عين من العدم يا رب انت قادر قادر انك تشفيني. اشفي عيني من اجل مجد اسمك القدوس إلهي. Thank you.
ايه ده؟ انا مش شايف حاجة. عينيا عينيا، انا اتعميت ولا ايه؟ كده برضو يا بسخيرون تعميني تعميني عينيا. مش انا اللي عميتك يا اريانوس، انت اللي عميت نفسك لما مرضتش تشوف الهي اللي كان قدامك في كل عذاب بتعذبهولي. كان بيعلن عن مجده ويخلصني عشان تآمن بيه، لكن انت كنت مصر، مصر انك تدور قلبك وتقفل عينيك وما تشوفش مجد الاله الحقيقي. انت اللي عميت نفسك يا اريانوس. انا خلاص هعترف، هآمن بإلهك، بس رجع لي عينيا. هتآمن إن يسوع المسيح هو الإله الحقيقي؟ أيوة، هآمن واعترف، هآمن واعترف، هآمن، هآمن. ربي وإلهي يسوع المسيح، تمجد يا رب، تمجد، اشفيه. ده انا بشوف، بشوف عينيا عينيا. اشكر رب المجد، الهي والهك. ايوه طبعا، ايوه طبعا هشكره، بس قبل ما اشكره ليه عندك طلب؟ طلب عندنا؟ ايوه، زي ما طيبت خاطرك طيب خاطري انا كمان. مش فاهم. انا اعترفت بالهك، عايزك انت كمان تعترف بالهي وتسجد له. انت يا مصر على هلاكك، انا اسجد لحجارة. اسلام اسلام، انا اسجد لحجارة. الهي تطول عليا، حصلت. يبقى كده انت اللي اخترت نهايتك، انت اللي اخترتها. أباديوس امر مولاي. تاخدوه وفورا تقطعوا رقبته. بتضحكوا وتسخروا مني؟ جايين تتفرجوا عليا؟ بس انا مش قاتل ولا لص علشان تسخروا مني. انا كمان مش عايزكم تبكوا عليا، انا عايزكم تبكوا على نفسكم، ابكوا على ابديتكم. ابدي يسوع هو الطريق، يسوع هو الطريق، يسوع هو الطريق. ابكوا على ابديتكم قبل ما يفوت الاوان، ساعتها مش شايفين الندم.